والله نسيت. بتصدق انه انا نسيت؟ يمكن السنة والشيعة 220 يمكن هيك. الله سمى الإسلام أيام النبي ما في لا سنة ولا شيعة، وإلا بهالمعنى إذا بنأخذ المعنى اللفظي الشيعة هم أهل السنة بمعنى سنة النبي، والسنة هم كمان شيعة النبي يعني شايعوه أتباعه، ما في مشكلة يعني نحن المصطلحات. أنا برفض هذا السؤال. المسجد لرب العالمين بالسياسة، نعم السياسة عم تلعب دور، نعم السياسة عم بتخرب بكتير محلات، مش بيقول لك مساجد السنة ومساجد الشيعة، طب ليه هالتصنيف من أساسه؟ يا أخي المسجد لمن هذا المسجد؟ مش لله؟ مسألة التجدد والمرونة هي من خصائص الإسلام، حتى لدرجة أن سيدنا محمد لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه ليحكم بين الناس ليقضي في اليمن، فسألوا النبي أنت كيف حتحكم معهم؟ قال له سأحكم بما ورد في كتاب الله، فإن لم تجد ففي سنة رسول الله. قال فإن لم تجد يا معاذ؟ فقال أجتهد ولا آله، يعني بدي أفكر. كيف يعني عم يصلوا جماعة؟ كل حكينا كان أنا والدكتور علي أنه نحن جماعة واحدة، فعن أي جماعة عم تحكي؟ فكرة الخلاص ما مرتبطة بشخص عنا بقدر ما مرتبطة بجماعة من الناس تسعى جاهدة لأنه تكون عم تدل الناس على الخير وتحدهم من الشر. رسم الصورة النهائية للبشرية نحن منقول بيرسمها شخصين أساسيين، هم الإمام المهدي اللي هو حفيد النبي عليه الصلاة والسلام، والسيد المسيح قطبي الإسلام والمسيحية، هنا رح يرسموا المشهد الأخير حيث تمتلئ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. طبعا هيدا سؤال خاطئ تماما. نصنف الصحابة، يعني الصحابة هم أنواع مثل أي مجتمع، جماعة بشرية، هناك كبار الصحابة، هناك المنتجبين من الصحابة، هناك منافقين، هناك من أخطأ، هناك من ارتكب إلى آخره، نصنفهم كأي جماعة. وإلا الصحابة بشكل عام صحابة الرسول الذين قدموا الكثير ابتداء من معركة بدر التي هي أيقونة في الدفاع عن الإسلام، المعركة الأولى مثلا. بدكم تعلقونوا ببعض؟ لا يعني الزواج المختلط بين السنة والشيعة قائم. أنا خيي شخصياً زوجته شيعية وبالتالي قائم، لأن الأساس والأساس المعتبر بين السنة والشيعة في عقود الزواج مشتركة. في لبنان في رقم بغض النظر قديش هو دقيق بس متداول، بيحكي عن 362 ألف حالة زواج مختلط بين السنة والشيعة. هذا رقم كتير مهم ببلد مثل لبنان، وبجملة واحدة أن الرابط الزوجي أهم من الخلافات السياسية ومن التحريض الطائفي. يعني نحن أحياناً ممكن نكون بالسياسة على الأرض في خلافات ببعض الرؤى والمشاريع مطروحة بالنسبة للبلد بين كل الأفرقاء، بيجي الواحد لأنه في خلاف سياسي مع الطرف مع الطائفة الشيعية، فهو بيعتبر الخلاف السياسي هو خلاف ديني، هذه المشكلة. طبعا هناك بالنتيجة تيارات فكرية، يعني بين مذهب السنة في اختلافات فقهية، بين حتى الشيعة في أكثر من مذهب مثلا كمان في اختلافات، أوقات بين العلماء بيكون في اختلافات. بالتحديد أنا برأيي هو ثقافة الاختلاف، بمعنى إذا أنا غير أنت بالموضوع واحد واثنين وثلاثة شو المشكلة؟ فينا نحكي دين. فينا نحكي دين.